موقع أنا السلفي إعلان شعائر الإسلام والدفاع عن دين الله عز وجل ونصرة الله عز وجل ونصرة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبيان ما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الحق على الناس وبيان ما له من المنزلة عند الله سبحانه وتعالى وإخراس الألسنة التي تحاول النيل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برسم الرسوم أو بالنكات أو بغيرها وهذه حيلة الضعيف المسكين الذي ليس له حيلة يدفع بها عن نفسه إن أوروبا تقف اليوم موقفا للدفاع عن نفسها وذلك برسم الرسوم التي لا طائل من تحتها وهم يسبون النبي صلى الله عليه وآله وسلم غيظا وحقدا وحسدا كما كان أجدادهم على مر التاريخ والزمان لا يستطيعون نقد هذا الدين أو النيل منه لأنه دين الله عز وجل وهو الدين الحق وهو حجة بنفسه وهو عليه علامات الصحة والعافية أما ما في أيديهم من الباطل فإنه مجرد هراء لا يقبله عقل عاقل ولا فطرة سليمة ولذلك لما رأت أوروبا أن الإسلام ينتشر انتشارا عظيما فيها حتى أنه يسلم في كل بلد من البلاد ربما عشرات الآلاف إلى مئات الآلاف فلقد أسلم في بلجيكا وحدها في العام الماضي 40,000 من سكانها الأصليين دخلوا الإسلام في عام واحد وقد تضاعف عدد المسلمين في أمريكا حتى صار 10 ملايين من المسلمين يقطنون هذه الدولة التي هي دولة شابة لكنها شمطاء قبيحة قذرة كريهة نتنة رائحة لكن بدأت روائح الفل والعطر والياسمين تعطر هذا الجو في هذه البلاد 10 ملايين لقد وصل المسلمون في فرنسا إلى أكثر من 8 مليون مسلم ويرجى بعد إلى عام 2020 أن يصل عدد المسلمين إلى 20 مليونا من المسلمين إن عدد المسلمين في ألمانيا اليوم يصل إلى 2 مليونين ويرجى أن يكون في عام 2020 أن يصل إلى 5 ملايين من المسلمين إن الأعداد تتزايد بصورة عظيمة ويسلم كل يوم أعداد كبيرة إنهم ينتحرون أي قساوستهم في الطرقات والشوارع والميادين العامة تنبيها لخطر الإسلام القادم إن الإسلام يزحف في عقر دارهم ويسلم الناس الرجال والنساء إن في ألمانيا وحدها أسلمت في العام الماضي 10,000 امرأة 10,000 امرأة وقالوا في البحوث التي نشرتها مجلة ديشبيجل الألمانية أن النساء كنا يسلمن في الماضي ليتزوجن من رجال مسلمين ولكن اليوم تغيرت المقاييس إن المرأة تسلم لمجرد الإسلام حتى أن المجلة أدارت بحثا مع امرأة أسلمت حديثا وهي طبيبة فسألوها عن شعورها بعد إسلامها قالت لم أشعر أني إنسانة إلا اليوم أي عندما أسلمت إن الإسلام عباد الله ينتشر في إفريقيا وإن البحوث التي أعدوها والإحصائيات تحذر من أن إفريقيا ستصبح أيضا قارة مسلمة كما أن أوروبا يحذرون أنه سنة 2050 ستصبح إمارة من إمارات المسلمين أي أن أوروبا ستصبح بلدا من بلاد المسلمين وليست قارة كما أرادوها قارة صليبية وإنما ستصبح بلدا إسلاميا وكذا إفريقيا والمسلمون يسيطرون على كثير من آسيا وسيكون إن شاء الله سبحانه وتعالى فتحا مبينا إنه لأجل ذلك ولأجل أنهم يرصدون الإسلام ويخافون منه فإنهم يبدأون لا أقول بالهجوم وإنما بالدفاع عن أنفسهم لكن لما نظروا في بضاعتهم فوجدوها بضاعة مزجاة لا تسمن ولا تغني من جوع لا تروق للناس ولا يقبلها عقل عاقل ولا فطرة سليمة
أخذوا يسبون في الإسلام وفي دين الله سبحانه، وهذه حيلة الضعيف. إن الطفل الصغير يستطيع أن يسب ويشتم، لكن الذي يستطيع أن يقيم الحجة والبرهان ويأتي بالحجج الدامغة هو صاحب الحق الذي ليس له عورة في دينه، يستطيع أن يتكلم عن الإسلام في كل موطن وفي كل مكان. إن الإسلام عباد الله، إن الإسلام ينتشر انتشارا عظيما جدا في إفريقيا وفي آسيا وفي أوروبا وفي أمريكا، حتى أمريكا اللاتينية، حتى أمريكا اللاتينية التي عاشت زمنا طويلا جدا بعيدا عن كل شيء، بعيدا عن الحضارة، وهي تحاول التخلص من فقرها ومن مرضها ومن جهلها، إلا أنها الآن تعود بنشوة جديدة بفرحة جديدة، وهي انتشار الإسلام في أمريكا اللاتينية، عودة المساجد والأذان يرتفع في بلاد أمريكا اللاتينية، في المكسيك والبرازيل والأرجنتين ونيكاراغوا والسلفادور وغيرها من هذه البلاد.